أزول، السلام عليكم. أنا محمد عشار، معروف بإكسبوزيسيون أمازيغ أو العارض الأمازيغي. كما كتشوفوا راه كل مرة كل مناسبات كنحضروا في هذه الأنشطة بحال هذا الشيء اللي كتشوفوا فيه دابا. وكما كتشوفوا راني كنت داير أنا معرض أمازيغي أو أسفسر أمازيغ. كما كتشوفوا كنعرض هذه المنتوجات الأمازيغية اللي هي على عبارة عن أعلام، عبارة عن قميصيطات، عبارة عن بورتكليات، يعني كل ما كيتعلق بالأمازيغية كنشاركوا في هذه المهرجانات بحال هكا ولا في هذه اللقاءات، يعني باش كنحاولوا نغنيو هاد الفضاء اتاك بهاد الرموز الامازيغيه وباش كنوصلوا واحد الرساله بهاد الرموز الامازيغيه. وكما كتشوفوا الجديد ديال هاد في هاد كوفيد هذا اللي كتشوفوا اللي كاين دابا حاليا للعالم كله لهاد الجائحه هذه، درنا هاد البافيت ولا تيشمامينا من سنتيني تيشمامين امازيغان ماشي ناغو ميلان تيشمامين امازيغان نيا دي سنت الرموز الامازيغيه نيا دي سنت الزاي، يعني التفان الساير اقول نكوني الوباء الطريقه الامازيغيه لن تدود لن تحضرها سنتيني كل ما يدي دانا غوردا سنتيني حربات شوي او يات بعيد، يعني كوفيد يسول التورويلا، يعني خص بنادم هذه اي دغيك شق العلاقه نشي الانشطه يانات هي الجمعيه نقبول هذا الدا الإغبولة كنت بعدا أولا كميسي موزار سكر خدق موزار غوري لعد الخاية الضربي دان خدم كناس الجمعية إغبولة خد الجمعية قا ماشي غازدها الجمعية المغربة مشي نمونالاند لسنت عشار، يعني نكره ربما المصدر اللي زاكسس وراء انت مازيغ تغل العالم لانت داريتا لانت قالي درابو يشني يلا مشي يعني نعايد نكوني أقود غرب الران كوني هني تصدار الجمعية نوخد مهم المعرضين وأكسبوزيسيو عشار استورتو ده غير الخيل المغرب ده توس نخ يعني رويت ليش النشاط امازيغي دي غاثي لي دي غاي لي امشي ندوان نخدم شي يخصد يحضر المعرض الامازيغي يخصد نأتت الفضاء امشي ناس نتيني طفن اني لي قلت نكوني نحضر ده ثاني مرت نونا قلت كوني خي مازيغن خل الاعلام الامازيغي ثاني مرت نونا قلت كوني لا تصوت تمازيغ عبر الاعلام غا بزاف يسكيني لا نسنمر بزاف لا ايوز نوان ثاني مرت نونا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.